عليكم. من بعد ما كملنا الدرس ديال لا فونكسيون اكسبونونسييل، اليوم ان شاء الله غادي نخدموا ان اكزرسيس من ليكزامان ناسيونال ديال العام الفايت ديال 2019 الدوره العاديه. غنخدموا ليكزرسيس ديال لا فونكسيون حيت العام الفايت كانت تحتاج اون فونكسيون اكسبونونسييل. دونك هذا هو ليكزامان ناسيونال. كاين ان اكزرسيس في لي سويت، اكزرسيس في بروبابيليتي، والاكزرسيس الثالث اللي غادي نخدموه في لي فونكسيون. ولا فونكسيون اللي تحطات هي f de x est égal à exponentielle 2x moins exponentielle x plus x، دونك اون فونكسيون اللي فيها ليكسبونونسييل. وغادي نديرو ليتود ديالها، هذه هي الكماله، وعطاكم حتى لا كورب ديال لا فونكسيون. غادي نبداو. اون كونسيدير لا فونكسيون نوميريك f de la variable réelle x définie sur R، هنا راه R، par f de x est égal à exponentielle 2x moins exponentielle x plus x، et soit c de f sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. لا كورب ديالها راه ديجا عطاوها لنا في الورقه اللي ورا هذه اللي فيها الكماله ديال لي كيسيون، عطاونا حتى لا كورب ديال لا فونكسيون اف. دونك لا كيسيون الاولى، كالكولي لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني دو اف دو اكس، اي لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني دو اف دو اكس موان اكس. دونك نحطو قدامنا بعدا لا فونكسيون، عندنا اف دو اكس ايت ايكال ا اكسبونونسييل 2x moins exponentielle x plus x. هذه هي لا فونكسيون اللي عندنا. طلبوا منا نحسبوا لا ليميت كون x تون فيغ موان لانفيني ديال f دو x، ولا ليميت كون x تون فيغ موان لانفيني ديال f دو x ناقص x. نبداو بلا ليميت كون x تون فيغ موان لانفيني ديال f دو x. دونك لا ليميت كون x تون فيغ موان لانفيني دو f دو x ايت ايكال ا، دونك هذه لا كيسيون واحد ا. لا ليميت كون x تون فيغ موان لانفيني دو f دو x ايت ايكال ا. لا ليميت quand x tend vers moins l'infini de f de x, nous y a f de x y a exponentielle 2x moins exponentielle x plus x. هنا هاد لا ليميت شحال كتساوي؟ غادي نرجعو بعدا لي ليميت اجيال اللي كنا شفناهم ديال ليكسبونونسييل في لا بارتي 2 من الدرس. لا ليميت ديال ليكسبونونسييل في موان لانفيني كنا شفنا بلي كتساوي زيرو. هي كنا شفنا بلي لا ليميت كون x tend vers moins l'infini ديال exponentielle x، كنا شفنا بلي لا ليميت كون اكس تنفير موان لانفيني ديال اكسبونونسييل اكس كتساوي صفر. دونك هنايا عندنا لا ليميت في موان لانفيني اكسبونونسييل اكس تساوي صفر، هنايا اكسبونونسييل 2 اكس 2 فوا موان لانفيني غتبقى موان لانفيني، دونك حتى هنايا لا ليميت ديال اكسبونونسييل في موان لانفيني كتساوي صفر. دونك هادي غتعطينا صفر وهادي غتعطينا صفر، شنو غيبقى لنا اكس و اكس تنفير كوا موان لانفيني، دونك هنا غتبقى لنا موان لانفيني، هنا صفر صفر غادي يمشي، دونك غتبقى لنا غير موان لانفيني. يعني هاد لا ليميت كتساوي موان لانفيني، هادشي ما تكتبوش هنايا. ملي غادي نكتبو لا ليميت كتساوي موان لانفيني خاصنا نقولو علاش قلنا هادشي. دونك غنقولو هنايا كار لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني دو اكسبونونسييل دو اكس، هادي سيت اون ليميت اوزويال لي كنا شفناها في البارتي دو من الدرس ديال لا فونكسيون اكسبونونسييل كتساوي صفر. اي لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني ديال اكسبونونسييل دو اكس قلنا حتى هي كتساوي صفر. اي لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني ديال شنو بقالنا اكس، اكس باش غنعوضوه موان لانفيني، دونك كتساوي موان لانفيني. دونك هادشي بالنسبه لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني ديال اف دو اكس. من بعد طلبوا منا نحسبوا لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني دو اف دو اكس موان اكس، هادي تتساوي لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني اف دو اكس. شنو هي؟ قلنا هي اكسبونونسييل 2 اكس موان اكسبونونسييل اكس بلس اكس موان اكس، دونك موان اكس. هنايا بلس اكس موان اكس عددا متقابلا غادي يمشيو، دونك غتبقى لنا لا ليميت اكس تون فيغ موان لانفيني دو اكسبونونسييل 2 اكس موان اكسبونونسييل اكس. ديجا قلنا لا ليميت ديال الاكسبونونسييل في موان لانفيني هي زيرو، دونك هنا كنحسبو لا ليميت في موان لانفيني، عندنا الاكسبونونسييل زيرو حتى هادي زيرو، دونك هادشي كامل شحال يعطينا؟ صفر. هنا عاوتاني خاصنا جوستيفيو منين جبنا هاد لي ريزولتا، كار لا ليميت كون اكس تون فيغ موان لانفيني دو اكسبونونسييل اكس ايكال ا زيرو، اي la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle 2x est égal à 0. Donc, qu'est-ce qui est la question loul? Donc, nisba la question 1b, interprétez géométriquement le résultat obtenu. Donc, je n'ai pas le résultat qui nous a obtenu, que nous avons la limite de moins l'infini, qui nous a moins l'infini, ou nous avons la limite de moins l'infini de f de x moins x, qui nous a 0. فاش كنحسبوا لا ليميت في الانفيني ديال اف دو اكس ناقص واحد واحد ليكسبرسيون كيف ما بغات تكون وكنلقاو صفر، كنقولوا بلي هاد ليكسبرسيون هادي كتكون اسيمبتوت اوبليك لسي دو اف. دونك هنايا غادي نقولوا سي دو اف ادمي اون اسيمبتوت اوبليك، اسيمبتوت اوبليك هو مقارب مائل، دونك اون اسيمبتوت اوبليك اوبليك ديكواسيون ديكواسيون ايغريك ايت ايكال ا. شنو هي ليكواسيون ديالو في هاد الحالة؟ شنو هي ليكسبرسيون اللي نقصناها من اف دو اكس وعطاتنا زيرو؟ هي اكس، دونك ايغريك ايت ايكال ا اكس. صافي
هادشي نقدروا نتاكدوا منه من لا كورب ديال لا فونكسيون اللي عطاوها لنا في هاد ليكزامان ناسيونال. الا خدينا لا كورب قدامنا هما راه رسموا لنا هاد لا دووات ديكواسيون ايغريك ايتيغال ا اكس، هي هادي هي اللي كدوز من لو سونتر ديال الغوفير. الا لاحظتوا هنا هادشي بعدا فين كنا حسبناه، كنا حسبنا هادشي في موان انفيني، هاد لي دو ليميت كنا حسبناهم في موان انفيني باش لقينا هاد لي ريزولطا. دونك نمشيو جهه موان انفيني، كون اكس طون فيغ موان انفيني اف دو اكس فين كتمشي؟ ملي كيمشي اكس موان انفيني ها هي لا فونكسيون، كتبقى غادا كتقرب من هاد لا دووات هادي. وشنو هي هاد لا دووات؟ هي ايغريك ايتيغال ا اكس. ديجا حنا شنو قلنا؟ سي دو اف ادمي اون اسامبتوت اوبليك، لا كورب ديال اف كتقبل واحد المقارب مائل ديكواسيون ايغريك ايتيغال ا اكس. مقارب هو واحد المستقيم اللي كتبقى تقرب منه لا فونكسيون. هادشي اللي كنشوفو هنايا، ملي كنطلو قدامنا هاد المستقيم ايغريك ايتيغال ا اكس، لا فونكسيون كتبقى غادا كتقرب ليه. فين ما كيمشي اكس لموان انفيني لا فونكسيون كتبقى تقرب من هاد الاسامبتوت. دونك هادشي كياكد لنا على لي ريزولطا اللي لقيناهم. دونك بالنسبة لا كيستيون دو، لا كيستيون دو دو ا calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. وعاونونا هنا بواحد الحاجه، قالوا لنا remarquez que exponentielle de 2x moins exponentielle x est égale à exponentielle de x fois exponentielle x moins 1. غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نخدموا بهذه. دونك قالوا لنا نحسبوا la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x، نبداو بها la limite x tend vers plus l'infini de f de x تتساوي la limite x tend vers plus l'infini. شنو هي f de x؟ هي exponentielle 2x moins exponentielle x plus x. هادي هي لا فونكسيون اللي خدامين بها. هنا ديجا شفنا في لا بارتي 2 من الدرس ديال لا فونكسيون اكسبونونسييل في دوك لي ليميت ايجوال ديال ليكسبونونسييل، بانه لا ليميت كون x طون فيغ بلوس لانفيني ديال ليكسبونونسييل هي بلوس لانفيني. ها هي كنا قلنا بلي لا ليميت كون x طون فيغ بلوس لانفيني ديال اكسبونونسييل 2x هي بلوس لانفيني. هنا بما اننا كنحسبوا لا ليميت في بلوس لانفيني، دونك هنايا بلوس لانفيني فوا 2 هي بلوس لانفيني، دونك اكسبونونسييل 2x بلوس لانفيني تعطينا بلوس لانفيني، حتى هادي تعطينا بلوس لانفيني، وهنا x باش غنعوضوها بلوس لانفيني، دونك هادشي كامل بلوس لانفيني، كل وحده فيهم كتساوي بلوس لانفيني. غير هنا هنا بلوس لانفيني، وهنا بلوس لانفيني مع هاد الموان غتولي موان لانفيني، بلوس لانفيني موان لانفيني فورما ديتيرميني، دونك ما نقدروش نحسبوا لا ليميت مباشرة، داكشي علاش غادي نفكروا بالتعميل. هادشي اللي عاونونا به هنايا، قالوا لنا نقدروا نلاحظوا بانه هادي هاد اكسبونونسيال جوج اكس ناقص اكسبونونسيال اكس ها هي راه كتساوي اكسبونونسيال دو اكس فوا اكسبونونسيال دو اكس موان 1. دونك ورونا كيفاش نقدروا نعملوها، سينو نقدروا نوصلوا حنايا لهاد التعميل راسنا. هنا عندنا اكسبونونسيال جوج اكس اللي هي نكتبوا بعدا لا ليميت اكس طون فيغ بلوس انفيني اكسبونونسيال جوج اكس، هي اكسبونونسيال اكس لكل اس اثنان. في الاس ملي كيكون عندنا الضرب نقدروا نخرجوا واحد منهم ونديروا لكل اس هذاك، دونك هنا خليت اكس ودرت لكل اس اثنان ناقص اكسبونونسيال اكس بلوس اكس. هنا عندنا اكسبونونسيال دو اكس او كاري اللي هي اكسبونونسيال دو اكس فوا اكسبونونسيال دو اكس، وحتى هنا عندنا اكسبونونسيال دو اكس، دونك كاين عامل مشترك نقدروا نعملوا به. يعني شنو غيولي عندنا هنايا؟ لا ليميت x طون فيغ بلوس لانفيني اكسبونونسيال x عامل لي هنا كانت اكسبونونسيال x او كاري، دونك مشات وحده غادي تبقى وحده. هنا ناقص اكسبونونسيال x كانت غير وحده عملنا بها، دونك شنو غيبقى؟ ناقص واحد بلوس x. دابا نقدروا نعوضوا، حنا كنعرفوا لا ليميت في بلوس انفيني ديال الاكسبونونسيال شنو هي؟ هي بلوس انفيني، دونك هذا غيعطينا بلوس انفيني. عاوتاني لا ليميت في بلوس انفيني ديال الاكسبونونسيال هي بلوس انفيني، بلوس انفيني موان 1 كتبقى بلوس انفيني، دونك بلوس انفيني فوا بلوس انفيني هي بلوس انفيني، يعني هنا عندنا بلوس انفيني ما كاينش مشكل. بالنسبة لإكس، طون فيغ بلوس انفيني حتى هو، يعني حتى هنا نعوضوا بلوس انفيني، بلوس انفيني بلوس انفيني بلوس انفيني، دونك لا ليميت كتساوي بلوس انفيني. هنا بطبيعة الحال نقدروا نكتبوا، خاصنا نكتبوا اون جوستيفيكاسيون على هادشي اللي قلناه، دونك غادي نقولوا كار لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني دو اكسبونونسيال اكس هادي راه هي بلوس لانفيني، اي لا ليميت اكس طون فيغ بلوس لانفيني دو اكسبونونسيال دو اكس موان 1 حتى هي كتساوي بلوس لانفيني، اي لا ليميت كون اكس طون فيغ بلوس لانفيني شنو غيبقى لنا؟ هاد الاكس ديال اكس، اكس اي طون فيغ كوا بلوس لانفيني، دونك هاد لا ليميت كتساوي بلوس لانفيني. دونك هادشي بالنسبة لا ليميت في بلوس انفيني ديال اف دو اكس. دابا غادي نحسبو لا ليميت، هما كانوا طلبونا نحسبو لا ليميت ديال اف دو اكس ولا ليميت ديال اف دو اكس سوغ اكس حتى هي في بلوس انفيني، دونك غادي نحسبو لا ليميت ديال اف دو اكس سوغ اكس، لا ليميت اكس طون فيغ بلوس لانفيني دو اف دو اكس سوغ اكس تتساوي la limite x tend vers plus l'infini f de x شنو هي؟ هي exponentielle 2x moins exponentielle x plus x، donc exponentielle 2x moins exponentielle x plus x تتساوي sur x f de x sur x. هنا غادي نعاودو نخدمو بنفس التعميل اللي كنا خدمنا به قبيله،
بلا كنا جربنا عملنا راسنا قبل ناخذوه مباشره بما اننا ديجا وصلنا لذاك الريزلت. هاد اكسبونونسيال 2 اكس ناقص اكسبونونسيال اكس شنو هو التعميل ديالها؟ هو اكسبونونسيال اكس فوا اكسبونونسيال اكس موان 1. دونك ها هي غادي نعوضوها بها اكسبونونسيال اكس فوا اكسبونونسيال اكس موان 1 هادشي كامل بلس اكس سور اكس. هنا نقدروا نفرقوا المقام. دونك لا ليميت اكس طون فيغ بلس لانفيني. هنا عندنا الجمع دونك غتمشي هاد الاكس مع هادي وغتمشي اكس مع هادي. دونك غتبقى لنا اكسبونونسيال اكس فوا اكسبونونسيال اكس موان 1 سور اكس. فرقت المقام فرقته في هاد الجمع هذا زائد غتبقى لنا اكس سور اكس اكس سور اكس تتساوي لا ليميت اكس طون فيغ بلس لانفيني. نقدر هنا نعاود نفرق المقام غير هو هنايا عندي الضرب دونك ما يمشيش المقام معاهم جوج كيمشي غير مع واحد. عندي حنايا هاد الاكس مع اكسبونونسيال اكس دونك غتبقى لنا اكسبونونسيال اكس سور اكس وهادي غتبقى بوحدها فوا اكسبونونسيال اكس موان 1. راه ما درت والو نفس الحاجه اكسبونونسيال 2 اكس فوا اكسبونونسيال اكس موان 1 سور اكس ها هي غير فرقت المقامات. هنا بلس اكس سور اكس هي واحد. هنا دابا نقدروا نعوضوا لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال 2 اكس سور اكس حتى هادي ليميت يوزويل كتساوي بلس لانفيني. وثاني لا ليميت بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس هي بلس لانفيني موان 1 ما غاديش تاثر دونك بلس لانفيني فوا بلس لانفيني بلس لانفيني زائد واحد غتبقى بلس لانفيني. هاد لا ليميت ديال اكسبونونسيال اكس سور اكس هي كنا شفنا في لابارتي 2 من الدرس ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال. ها هي كنا قلنا بلي لا ليميت اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس سور اكس كتساوي بلس لانفيني. دونك هنا قلنا بلس لانفيني حتى هادي ليكسبونونسيال في بلس لانفيني هو بلس لانفيني بلس لانفيني في بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دونك هاد لا ليميت كتساوي بلس لانفيني. ودائما كتبنا شي ريزولطا ديال لي ليميت خاصنا نقولوا علاش. دونك كار لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني نبداو بهادي اكسبونونسيال دو اكس سور اكس تتساوي بلس لانفيني. اي لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اكسبونونسيال دو اكس هي بلس لانفيني موان 1 دونك غتبقى بلس لانفيني اكسبونونسيال دو اكس موان 1 تتساوي بلس لانفيني. و بلس لانفيني فوا بلس لانفيني هادي في هادي هي بلس لانفيني زائد ما لا نهايه كامله غنزيدو عليها واحد طبيعه الحال تبقى زائد ما لا نهايه دونك كتساوي بلس لانفيني. دونك هنايا في الكالكول ديال لي ليميت من بعد انتربريتي جيومتريكمون لو ريزولتا اوبتوني عاوتاني حسبنا هاد لا ليميت هاد لي ليميت خاصنا نعطيو اون انتربريتاسيون جيومتريك. دونك لا كيسيون 2B اون لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني دو اف دو اكس كنا لقيناها كتساوي بلس لانفيني. ولا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال اف دو اكس سور اكس كنا لقيناها حتى هي كتساوي بلس لانفيني. دائما ملي كنلقاو لا ليميت في لانفيني كتساوي لانفيني ما كنقدرش نستنتجو البرونش انفيني اللي عندنا حتى كنحسبو لا ليميت ديال اف دو اكس سور اكس. لقيناها كتساوي بلس لانفيني برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس او ايكغيك. لقيناها كتساوي زيرو برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس او اكس. هنا لقيناها كتساوي بلس لانفيني دونك غادي نقولو سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس او ايكغيك او فوازيناج دو بلس لانفيني حيت هادشي كنا كنحسبو في بلس لانفيني او فوازيناج دو بلس لانفيني. نقدرو حنايا عاوتاني نشوفو هادشي في لاكورب لي عطاوها لنا في ليكزارسيس. قلنا حنايا سي دو اف ادمي اون برونش بارابوليك يعني لاكورب ديال اف ادمي اون برونش بارابوليك واحد الفرع شال جميع. دونك اون برونش بارابوليك كتكون بحال نص ديال اون بارابول نص ديال شلجم. الا لاحظتوا هنايا قلنا او فوازيناج دو بلس لانفيني دونك الا لاحظتوا هنايا الا مشينا هاد المره جهه بلس لانفيني فين ما اكس كيكبر كيمشي لبلس لانفيني لا كورب ديال اف راه كتولي دايره بحال هكا دونك بحال كتاخد الشكل ديال نص ديال بارابول بحال البارابول. بارابول كيفاش يكون كيكون بحال هكا دونك هنايا بحال عندنا اون بارابول هنايا او فوازيناج دو بلس لانفيني راه فيريفيي. وقلنا هنايا دو ديريكسيون قلنا هنايا دو ديريكسيون لاكس او ايكغيك الا لاحظتوا راه لا ديريكسيون ديال هاد لا برونش بارابوليك هو لاكس او ايكغيك. وصلنا لا كيسيون 3 اللي طلبوا منا فيها نحسبوا لا ديريفي ديال اف دو اكس دونك كالكولي اف بريم دو اكس بور توت اكس دو ار هنا ار. دونك غادي نحسبوا اف بريم دو اكس نحطو قدامنا بعدا لا فونكسيون اف دو اكس. كانت عندنا اف دو اكس ايتيغالا 3 عندنا اف دو اكس ايتيغالا اكسبونونسيال 2 اكس موان اكسبونونسيال اكس بلس اكس كالكولون f prime de x pour tout x de r. On a had la fonction elle est dérivable ou définie sur r حيت كنا شفنا بلي la fonction exponentielle elle est définie ou dérivable sur r. Donc on a la fonction f ou la f est dérivable
sur R et sa dérivée est donnée par sa dérivée ou la dérivée de la hiya est donnée par la dérivée f prime de x est égal à donc à dire la dérivée de la fonction f de x exponentielle 2x moins exponentielle x plus x à chacun le prime la dérivée de l'exponentielle 2x la partie 2 on dit la fonction exponentielle qu'on a chemin qui fait qu'on peut la dérivée de la fonction exponentielle qu'on a dit même qu'on a une exponentielle de x ou bien une dérivée ou pas qui est le cas de l'exponentielle de x ou la qu'il y a qu'on a l'exponentielle d'une expression ou la d'une fonction ou bien une dérivée ou pas qu'on dit qu'on a dérivée ou bien l'expression u donc on dit u prime à deux fois exponentielle de u هنا الى بدينا في هذه الاكسبرسيون الاولى عندنا اكسبونونسييل دو 2x هنا ما عندناش غير اكسبونونسييل x ولكن عندنا اكسبونونسييل دو 2x دونك الاكسبونونسييل دو فونكسيون هاد لا فونكسيون هي 2x دونك شنو غنديروا اولا كنديريفيو لا فونكسيون من بعد هاد اكسبونونسييل دو ديال هذيك لا فونكسيون دونك غنديريفيو هاد لا فونكسيون اللي هي 2x دونك 2x بريم فوا اكسبونونسييل دو u دونك فوا اكسبونونسييل دو 2x موان هنا عندنا غير اكسبونونسييل دو x قلنا الاكسبونونسييل دو x لا ديريفي ديالها هي نفسها دونك اكسبونونسييل x بلس لا ديريفي ديال x هي 1 هنا جوج فوا x غيبقى لنا غير جوج فوا اكسبونونسييل 2x موان اكسبونونسييل x بلس 1 هادي هي لا ديريفي ديال لا فونكسيون f دو x دونك بالنسبة لا كيستيون 3b قال لنا فيريفي كو جوج فوا اكسبونونسييل x ناقص 1 على 4 او كاري زائد 7 على 8 تساوي جوج اكسبونونسييل 2x ناقص اكسبونونسييل x زائد 1 دونك خاصنا نتحقو من هادشي عندنا متساوية خاصنا نتحقو منها دائما عندنا متساوية باش نتحقو منها عندنا الحق نبداو من هاد الطرف ونوصلو لهاد الطرف اولا نبداو من هاد الطرف ونوصلو لهاد الطرف طبيعة الحال حنا كنمشيو للطرف اللي غادي يكون سهل اننا نبداو منو الخدمة اللي هو هذا سهل اننا ناخدو شي حاجة معملة ونشروها على اننا ناخدو شي حاجة منشورة ونعملوها دونك نطلقو من هادي ونحاولو نوصلو لهاد ليكسبرسيون عندنا جوج اكسبونونسييل x ناقص 1 على 4 أس 2 زائد 7 على 8 تتساوي دونك هنا جوج فوا نشرو هاد المتطابقة الهامة إكسبونونسييل إكس أو كاغي ناقص جوج إكسبونونسييل دو إكس فوا 1 على 4 زائد 1 على 4 أو كاغي زائد 7 على 8 دونك هنا تتساوي جوج فوا إكسبونونسييل إكس أو كاغي دائما قلنا ملي كيكون عندنا إكسبونونسييل de x le tout à la puissance y راه هي اكسبونونسييل دو x فوا y كنضربوا لي بويسونس بعضياتهم دونك هنا هادشي هو اكسبونونسييل دو 2 فوا x دونك اكسبونونسييل 2x موان 2 اكسبونونسييل x فوا 1 سور 4 هنايا جوج على 4 غتبقى لنا 1 سور 2 دونك هنايا 1 دومي 1 دومي اكسبونونسييل x بلس 1 او كاري هي 1 4 او كاري هي 16 زائد 7 على 8 تتساوي دابا غادي نشرو جوج في اكسبونونسييل جوج اكس هي جوج اكسبونونسييل جوج اكس هنا جوج في ناقص واحد على جوج غتختار جوج مع جوج غتبقى لنا غير ناقص اكسبونونسييل اكس هنا عاوتاني جوج على 16 16 هي 8 في جوج غتختار جوج مع جوج غتبقى هي 1 على 8 دونك 1 على 8 زائد 7 على 8 دونك هنا جوج اكسبونونسييل جوج اكس ناقص اكسبونونسييل اكس زائد هنا المقام واحد هو 8 دونك 8 واحد زائد سبعة اللي هي تمنية تمنية على تمنية واحد دونك غتبقى لنا جوج اكسبونونسيال جوج اكس ناقص اكسبونونسيال اكس زائد تمنية على تمنية اللي كنا هي واحد وصلنا للغيزولطا اللي خاصنا نوصلو ليه انطلقنا من هادي وصلنا جوج اكسبونونسيال جوج اكس ناقص اكسبونونسيال اكس زائد واحد لا كيستيون اللي وراها قالوا لنا اون ديدويغ كو اف اي كخواسونت غادي نستنتجو بلي اف اي كخواسونت سوغ اغ نستنتجو بلي لا فونكسيون اف تزايدية سوغ اغ باش تكون اون فونكسيون كرواسونت خاص لا ديريفي ديالها تكون بوزيتيف وحنا حسبنا قبيله لا ديريفي شحال لقيناها كتساوي لقيناها كتساوي جوج اكسبونونسيال جوج اكس ناقص اكسبونونسيال اكس زائد واحد الى لاحظتوا راه هادشي اللي كنا كنحسبوا فيه هنا هو نيت الريزولتا اللي كنا لقيناه في لا ديريفي دونك هما قالوا لنا هنايا اون ديدوي غادي نستنتجو يعني غنستنتجو من لا كيسيون اللي قبل منها في لا كيسيون اللي قبل منها كنا بينا بلي هاد ليكسبرسيون اللي هي لا ديريفي كتساوي هادشي كنا بينا بلي هادي كتساوي هادي وهاد ليكسبرسيون هادي كيفاش داير لو سيني ديالها عندنا هنايا شي حاجه او كاري كنعرفوا بانه الاو كاري دائما كيكون بوزيتيف ضربناها في عدد موجب اللي هو جوج غتبقى بوزيتيف زدنا عليها 7 على 8 عدد موجب دونك غتبقى بوزيتيف يعني هاد لا ديريفي اللي كتساوي هادشي راه دائما بوزيتيف بما ان لا ديريفي بوزيتيف يعني لا فونكسيون اي كرواسونت كيفاش نقدروا نكتبوا هادشي دونك هنايا لا كيسيون 3 سي اون f prime de x est égal à f prime de x كنحسبنا لقيناها هي جوج اكسبونونسييل جوج x ناقص اكسبونونسييل x زائد واحد وهاد جوج اكسبونونسييل جوج x ناقص اكسبونونسييل x زائد واحد
هي هذه. شنو بيناها كتساوي؟ جوج في إكسبونونسيال إكس ناقص واحد على ربعة أو كاري زائد سبعة على تمنية. دونك غادي نديرو تساوي جوج فوا إكسبونونسيال إكس ناقص واحد على ربعة أو كاري زائد سبعة على تمنية. هادشي قلنا عندنا الأو كاري ضربنا في عدد موجب عاودنا زدنا عدد موجب، دونك هادشي كامل كيبقى موجب، هادشي كيكون بوزيتيف. دونك بما أن لا ديريفي بوزيتيف إف إي كواسونت سوغ إر. Donc la question là-bas, 4a, montrer que f seconde est égal à 4 exponentielle 2x moins exponentielle x pour tout x de r. Donc là, on a oublié f seconde, qu'est-ce que c'est? Là, je n'ai f seconde, qu'un dérivé ou f prime. On a f prime, qu'est-ce que f prime de x, est, on a f prime de x est égal à 2 exponentielle 2x moins exponentielle x plus 1, d'où f seconde de x est égal à. D'abord, on va dériver au hadi, parce qu'on a f seconde. Donc, on dérive au juge exponentielle 2x, naqas exponentielle x, c'est 1. Non, on va le juge, d'aïma, fiche qu'il y a 1 l'adad, on va le juge, on va dériver au hadi, l'ihda. La dérivée de l'exponentielle 2x, déjà, je fais une gmila, quand on dit la dérivée de 2x, l'ihi est juge, fois exponentielle 2x. ناقص لا ديريفي ديال ليكسبونونسييل ما كتبدلش كتبقى هي ليكسبونونسييل دونك هنا تبقى اكسبونونسييل دو اكس لا ديريفي ديال العدد هي صفر دونك غادي يمشي يبقى لنا هادشي هنا جوج بجوج هي 4 اكسبونونسييل دو اكس ناقص اكسبونونسييل اكس وهذه هي اف سكوند قالوا لنا بينو بلي اف سكوند تساوي 4 اكسبونونسييل دو اكس ناقص اكسبونونسييل اكس هادشي اللي وصلنا ليه la question 4b, étudier le signe de f seconde et en déduire que c de f admet un point d'inflexion dont on déterminera l'abscisse. Donc, on va voir le signe de f seconde, c'est ce qu'on a fait. On va voir le c de f qui est le point d'inflexion, le point d'inflexion. On va voir le l'abscisse. Il y a un point d'inflexion qui fait ce qu'on a fait. On f seconde. كنحلوا المعادله ديال اف سكوند ايتيغال زيرو كنلقاو العدد اللي كتعادل فيه اف سكوند واللي كتبدل فيه لو سيني ديالها دونك هنايا نحاولوا نحلوا المعادله اف سكوند ايتيغال زيرو دونك 4 بي اف سكوند دو اكس ايتيغال زيرو تتكافئ شنو هي اف سكوند اف سكوند حسبناها هي 4 اكسبونونسييل 2 اكس ناقص اكسبونونسييل اكس دونك 4 اكسبونونسييل 2 اكس ناقص اكسبونونسييل 2 اكس تساوي صفر باش نحلو هاد المعادله هنا نقدروا نعملو باكسبونونسيال اكس علاش هاد اكسبونونسيال 2 اكس هي اكسبونونسيال اكس او كاري دونك هنا اكسبونونس 4 اكسبونونسيال اكس او كاري ناقص اكسبونونسيال اكس تساوي صفر كتكافئ اكسبونونسيال اكس عامل لي هنا خرجنا اكسبونونسيال اكس شنو تبقى لنا 4 اكسبونونسيال اكس حيت هنا كانت اكسبونونسيال اكس او كاري دونك 4 اكسبونونسيال اكس ناقص هنا خرج اكسبونونسيال اكس تبقى واحد تتساوي صفر دونك باش هادي تكون كتساوي صفر خاص سوا ليكسبونونسيال دو اكس يكون كيساوي صفر اولا هادشي يكون كيساوي صفر الضرب ديال جوج ديال لي زيكسبرسيون كيساوي صفر كنقولو الاولى كتساوي صفر اولا الثانيه كتساوي صفر حنا بطبيعه الحال الاولى ما كتساويش صفر علاش كنعرفو بانه ليكسبونونسيال اكس دائما كيخالف الصفر كنا قلنا في لا بارتي 2 بانه اكسبونونسيال دو اكس استريكتومون سوبيريور ا زيرو كنا قلنا استريكتومون سوبيريور ا زيرو ماشي سوبيريور ويغال عمرو ما كيساوي صفر دائما هو موجب وفي نفس الوقت استريكتومون سوبيريور ا زيرو دونك كيخالف الصفر ما كيساويش صفر يعني هنايا هذا ما يمكنش تكون كتساوي صفر ناخذ غير هذه كتساوي صفر دونك هذه كتكافئ بانه 4 اكسبونونسيال اكس ناقص 1 تساوي صفر دونك هذه كتكافئ 4 اكسبونونسيال اكس تساوي ناقص 1 نديوها لهذا الطرف 1 دونك اكسبونونسيال اكس تساوي 1 على 4 باش نلقاو اكس شنو كنديرو كندخلو الالان في الطرفين دونك هنا ندخلو الالان على هاد الطرف وعلى هاد الطرف الالان ديال ليكسبونونسيال دو اكس تساوي الالان ديال 1 على 4 كتكافئ هنا الالان ديال ليكسبونونسيال الالان ديال ليكسبونونسيال قلنا الالان كيمشي مع ليكسبونونسيال هذيك كنا قلناها في بارتي 1 الالان ديال ليكسبونونسيال دو اكس كتساوي اكس وحتى ليكسبونونسيال ديال الالان دو اكس كتساوي اكس ملي تيكون عندنا الالان مع ليكسبونونسيال كيمشي وكيبقى غير اكس كيبقى غير هادشي اللي كاين هنايا تتساوي وهنا عندنا الان ديال 1 على 4 هذه نقدروا نخليوها الان ديال 1 على 4 ولا نقدروا نرجعوها ناقص الان ديال 4 حيت كنا ديجا شفنا بلي الالان ديال 1 على ا تتساوي ناقص الان ديال ا دونك الان ديال 1 على 4 ناقص الان ديال 4 دونك هذا هو الحل اكس كتساوي ناقص الان ديال 4 اولا اكس كتساوي الان ديال 1 على 4 علاش هذا هو لو بوين دانفليكسيون علاش هذا هو لو بوين دانفليكسيون حيت هذه هي لا سوليسيون ديال اف سكوند تساوي صفر وهذه هي النقطه اللي كتغير فيها اف سكوند لو سيني ديالها هنا نقدروا نديروا طابلو سين ديال اف سكوند عندنا هنايا موان انفيني بلس انفيني لقينا بانها كتبدل لو سيني في ناقص ان ديال 4
هنايا غادي نديرو اف سكوند دو اكس. لقيناها كتنعدم هنايا، هذا هو، هذه كانت هي لا سوليسيون ديال اف سكوند دو اكس تيكال زيرو. هنايا كتكون بوزيتيف وهنا كتكون نيجاتيف، هادشي تقدروا توصلوا ليه بالتأطير. دونك لا كيسيون اللي وراها هادي 5 ا ايتيدي لو سيني دو اف دو اف دو اكس موان اكس. On déduire la position relative de C de F et la droite delta d'équation Y est égale à X. Donc, on va voir le signe idéal F de X moins X. F de X moins X. Je note ça, oui. F de X, il y a exponentielle 2X moins exponentielle X plus X. Il y a F de X moins X, donc moins X. X moins X, ça se prend la exponentielle 2X moins exponentielle X. D'ailleurs, même si on va voir le signe idéal de l'expression, on va voir le signe idéal de l'expression qui est égal à 0. Donc, on va voir le signe idéal qui est égal à 0. Exponentielle 2x moins exponentielle x est égal à 0. Qu'est-ce qu'il y a ? Exponentielle 2x, il y a exponentielle x au carré moins exponentielle x est égal à 0. Donc, on a un double exponentielle. Donc, exponentielle 2x, mais l'exponentielle x, on a moins 1. C'est ça, oui, ça fait. دائماً الضرب ديال العددين كيساوي صفر، الضرب ديال دو ديال دوز إكسبرسيون كيساوي صفر، الأولى كتساوي صفر أو الثانية كتساوي صفر. هنا الأولى بطبيعة الحال ما كتساويش صفر حيت قلنا الإكسبونونسيال كيخالف صفر، دونك كتبقى لنا إكسبونونسيال دو إكس موان زان كتساوي صفر، دونك هادشي كيكافئ بأنه إكسبونونسيال دو إكس موان زان تتساوي صفر، يعني إكسبونونسيال دو إكس تتساوي ديو ناقص واحد الطرف الآخر تبقى لنا واحد. شناهو العدد اللي كنا شفنا؟ ليكسبونونسيال ديالو كيعطينا واحد، هو صفر. ليكسبونونسيال ديال صفر كتعطينا واحد، دونك هنا اكس نو غادي يكون هو صفر. دونك لقينا اف دو اكس موان اكس تتنعدم في صفر، دونك الا كانت هادي كتساوي صفر راه كتكافئ بانه اكس يساوي صفر. نقدرو هنايا نديرو الطابلو دو فارياسيون، الطابلو دو سيني ديال اف دو اكس موان اكس، اكس موان لانفيني بلوس لانفيني، كتبدلو سيني ديالها في صفر. هنايا اف دو اكس موان اكس هنايا غادي تكون بوزيتيف، هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، دونك شنو غادي نقولو سيغ موان لانفيني زيرو. هنا قالوا لنا ايتيدي لو سيني دو اف دو اكس موان اكس اي اون ديدوير لا بوزيسيون غولاتيف دو سي دو اف اي لا دغوات دلتا ديكواسيون ايكغيك تيكالا اكس. دونك من بعد ما غادي نديرو ليتيد دو سيني غادي نسنجو لا بوزيسيون غولاتيف الوضع النسبي ديال لا فونكسيون اف ديال لا كورب ديال لا فونكسيون اف سي دو اف مع هاد لا دغوات ديكواسيون ايكغيك تيكالا اكس. دونك في المجالات اللي لقينا الغابور ديالهم نيجاتيف غادي نقولو اف دو اكس اي او دوسو دو لا دغوات دلتا. في المجالات اللي لقينا الغابور بوزيتيف غادي نقولو بلي اف دو اكس اي او دوسو ديال دلتا. دونك هنايا سيغ موان لانفيني زيرو كانت نيجاتيف، دونك ماشي اف دو اكس سي دو اف، سي دو اف اي او دوسو دو دلتا. Ouf, l'intervalle sur 0 plus l'infini, elle est positive. Donc, elle est au-dessus de la droite delta. Donc, sur 0 plus l'infini, C de F est au-dessus de la droite delta. On a la question 5 ou 6. La question 5, donner l'équation de la tangente T au point O, les coordonnées d'ailleurs sont 0, 0. ليكواسيون دو لا طونجونت، ليكواسيون دو لا طونجونت كيفاش كنلقاوها؟ دونك غنعطيكم بعدا القاعدة عاد نخدمو لا كيسيون. دونك ليكواسيون دو لا طونجونت أو بوان نسميوه مثلا أ، لي كوردوني ديالو غيكونو هما أ و إف دو أ، إي إيكغيك إتيكال إف بريم دو أ فوا x moins a plus f de a. هكا كنلقاو ليكواسيون دو لا طونجونت فواحد النقطة a اللي لي كوردوني ديالها هما a و f de a. هنا يطلبو منا نلقاو ليكواسيون دو لا طونجونت في لو بوان o اللي لي كوردوني ديالو هما 0 و 0. دونك في هاد الحالة a شنو هي؟ هي 0. دونك غناخدو نفس هاد ليكواسيون هادي، فين ما لقينا a غادي نعوضوها ب 0. دونك هنايا غادي نقولو 5 ليكواسيون 5 b ليكواسيون دو لا طونجونت T au point O, les coordonnées dialo homa 0, 0, et Y est égal à F' de A. F' de, je n'ai pas fait le halé, il y a 0, donc F' de 0, fois X moins A, donc X moins 0, plus F de A, donc F de 0. On va dire que c'est T, la tangente se mine à T, donc
تتساوي اف بريم دو زيرو. غادي نرجعو لاف بريم دو اكس ونعوضو اكس بزيرو، غادي نحسبو اف بريم دو زيرو شحال كتساوي. اف بريم دو اكس شحال كنا لقيناها كتساوي، غادي نحسبو هادي ابار. اف بريم دو اكس كانت هي اف بريم دو اكس جوج اكسبونونسيال جوج اكس ناقص اكسبونونسيال اكس زائد واحد، هادي هي اف بريم دو اكس. نحسبو اف بريم دو زيرو شحال كتساوي. اف بريم دو زيرو تتساوي جوج اكسبونونسيال جوج فوا زيرو اللي هي زيرو، الاكسبونونسيال زيرو هي واحد، واحد في جوج دونك هنا تبقى لنا جوج، ناقص هنايا اكسبونونسيال ديال زيرو اللي هي واحد دونك ناقص واحد، وهنا زائد واحد، ناقص واحد زائد واحد غيمشي وتبقى لنا جوج. دونك هنا اف بريم دو زيرو لقيناها كتساوي جوج فوا اكس موان زيرو، اكس ناقص صفر دونك غتبقى لنا اكس، دونك جوج اكس زائد اف ديال زيرو، ليماج ديال زيرو هي زيرو. تقدرو ترجعو لا فونكسيون اف دو اكس وتعوضو اكس بزيرو غتلقاو بلي ليماج ديالها هي زيرو، دونك من هادشي كامل غتبقى لنا جوج اكس. دونك هادي هي ليكواسيون دو لا طونجونت. La question les rates bref, il a égoulé à calculer l'air. Donc dans la figure ci-dessous, c'est de f est la courbe représentative de f. Calculer l'air de la partie assurée. Donc reste notre boulard dit elle a de la partie hadi. L'air هي المساحة ديال هذيك لابارتي. بطبيعة الحال ميمكنناش دابا نحسبو المساحة حيت مازال مشفناش الدرس ديال لي زانتيغرال، هو اللي غادي ندخلو ليه ورا هاد الفيديو هذا ان شاء الله، وديك الساعات نقدرو نخدمو دي كيسيون بحال هادو.